واللي علم على اخوياه انت مصر عليه فهد؟ انا ما ادري. طبعا حمادك قبل شوي انت كان فيه مقطع طالبه من الشباب. إيه انا طالب مقطع من الشباب، ما ادري جاهز. ايه اعطونا المقطع اللي طلبه سعيد يا شباب، اذا هو جاهز نستعرضه. اعطونا اياه. بتروح لمين صراحه؟ راح شوي، راح تحرك، تحرك شوي، تحرك، راح راح تحرك، راح تحرك. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. بتروح لمين صراحه؟ راح شوي، راح تحرك، تحرك شوي، تحرك، راح راح تحرك، راح تحرك. الو، روح لسعيد هو يطلب المقطع. انا ما عندي مشكله مع حماد. عندك مشكله مع من؟ مع عبد الله الجميري. عبد الله الجميري، احنا جايبينك تقدم فقره غدوه ولا تنط في ظهر هذا المسكين ويمشغل في المطبخ؟ وين انت رايح يا بني ادم؟ انتوا الاخطاء اللي عندكم في المطبخ تكفيكم، زيد ترتكب ظهر الرجال هذا. وين انت، وين انت عايش؟ ركز، انا اطالب من هذا المنبر يكون مع المعد حق عبد الله الجميري واحد ثاني اسمه ضابط كنترول، يضبط كنترول عبد الله. لما شافه طلع من النص كلمه قال ارجع. فهذا فقط ملاحظتي. عبد الله ملاحظه، المطبخ اليوم غدوه مشاهدينا الكرام، هذه على نقطه عبد الله يبي لها تربيع بس المكان ما قدرت تربع. هل تعلمون مسابق، هل تعلم الحين ننزل لكم، هل تعلم يا عبد